السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. يعيس كان ولاية تجلف وبعض البلديات المجاورة لها في هذه اللحظات حالة رعب وذعر كبيرين، حتى إن البعض منهم فضل المبيت في العراء خوفا من وقوع الكارثة وللإشارة. وبينما كان سكان هذه الولاية يستعدون للنوم، فإذا بالأرض تهتز بهم بقوة، ما جعل الكثير منهم يفرون إلى الخارج خوفا من تكرار سيناريو سنة 1980، أين توفي ما لا يقل عن 2500 شخص. وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فإن هذه الهزة وقعت على الساعة 10:57 بشدة 3.6 درجات على سلم رشتر، وحدد مركزها بأربعة كيلومتر شمال شرق ولاد بن عبد القادر. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين.